الكاتب الكبير مصطفى أمين، أقف متأملا على شاطئ الحيرة، حالة الرهبنة في الفن إن صح التعبير عند أمين رزق، ولا أعرف رأيك، هل تثير حالة الرهبنة أيضا حيرتك؟ لا، لأن أنا أعرف أمين رزق كويس وأعرف الرهبنة دي جت لها إزاي. أولا هي كان أبوها رجل شديد جدا، طويل عريض، دايما ماشي ماسك البايك في إيده، فهي الطفلة كانت بتخاف منه، كانت بتحبه أوي بتخاف منه. وبعدين في يوم من الأيام كان منحها من الخروج من البيت وهي طفلة، خدها السينما في طنطا، فدخل أبوها البيت ملقاش أمينة، فقال إزاي تخرج؟ وجت أمينة فرحانة إنها شافت السينما لأول مرة، فبصت لقيت أبوها ماسك كرباج، فاستخبت تحت السرير، وفضل أبوها يزعق وهي أمها حشاء مخبياها تحت السرير، ومعرفش أبوها إن هذه اللحظة خلتها تتعلق بالسينما والتمثيل، بالرعب اللي شافته، ما خافتش من السينما والتمثيل، حبته حب غريب جدا. جت مصر وراحت في تياترو فروض الفرج هي وخالتها أمينة محمد، ولقوا بيغنوا في المسرح، فهي حفظت الأغاني هي وأمينة، وهم أطفال راحوا المسرح، طلعوا ورا الكواليس وقالوا إحنا مستعدين نشتغل. فلما لقوهم صغيرين قالوا طب تعالوا أنتوا الاتنين تقوموا بدور واحد، فغنوا فوق الكواليس ونجحوا. وبعدين سمعوا إن في حاجة اسمها يوسف وهبي وإن ده ابن باشا وعامل فرقة تمثيلية، فراحوا له قالوا له عاوزين نشتغل وبتاع، فهو رحب بيهم. وبعدين أمهم سمعت إنهم اشتغلوا يعني وبتاع، فضربتهم وعادتهم في البيت. وبعدين في يوم راكبين ترماي هما الاثنين، فركب ترماي واحد اسمه أحمد عسكر كان مدير مسرح رمسيس، قال لهم انتوا ليه ما جيتوش؟ ده يوسف بيه منتظركم. قالوا له لا، ده أهلنا ضربونا وبتاع. قالوا لهم انتوا فاهمين ده تيترو؟ ده انتوا هتخشوا جامعة. فهم لما سمعوا كده راحوا تاني ليوسف وهبي، فيوسف وهبي كتبهم عقد كل واحد 4 جنيه في الشهر. أمينة لما شافت إنها هتاخد 4 جنيه في الشهر ذهلت، ده كان منتظر يدوها 50 قرش، يدوها 70 قرش، لكن 4 جنيه. بعدين جه يوسف وهبي قال لهم لازم تكتبوا عقد، وكتب العقد وفيه انه يشتغلوا شهرين ببلاش، وانه اذا اخلوا بالعقد يدفعوا 100 جنيه. فقالوا لازم اهلكوا يمضوا العقد. فراحت امينه رزق بيتها ولقت ستها عندها ختم، فمن غير ما تعرف ستها خدت ختم وختمت بيه. فجه جم اهلها بقى عرفوا الحكايه دي وقالوا لها ما فيش تمثيل. قالت لهم ده في عقد لو ما نفذتوش هتدفع 100 جنيه واروح السجن، ترضوا تدفعوا 100 جنيه واروح السجن؟ قالوا لا. خدوها وراحوا ليوسف وهبي، وامها قالت ليوسف وهبي يعني انا قابل انها تشتغل بشرط ان اجي وياها باستمرار، اذا كنتش انا تيجي خالتها، اذا كنتش خالتها تيجي ستها. فبقت امينه تيجي المسرح مع أمها أو خالتها أو ستها، فأصبح يعني اشتغلها المسرح أمنية حلم، ما اشتغلتش عشان تاخد فلوس، ما اشتغلتش عشان، إنما حلمت إنها تقف على المسرح.